إذن مثل ما شفنا سابقا أنه عملية إجراء الفحص أو الخطوات الرئيسية تكون بالنقطة الأولى من خلال تسمية الكائنات بشكل صحيح. فمثلا مثل ما قلنا أنه اسم الكلاس يحتوي على نفس الاسم الكلاس اللي أنا أريد أفحصه طبعا وأتبعه بتيست، وأيضا بالنسبة للوظيفة كذلك. لكن في بعض الأحيان يمكن أن الوظيفة تحتوي على أكثر من وحدة. الآن مثل ما تلاحظ أن الوظيفة مالتنا تحتوي على وحدة واحدة، كيف أتأكد من هذا الكلام أنه هل هو صحيح أو لا؟ أبدي أرجع على الوظيفة مالتي بالدرجة الرئيسية اللي هي الماث أوبريتورز، أبدي أفتحها. أوكي، راح أشوف أنه عليها علامة صح. أيضا في جوال استوديو راح يبدي يتعرف أنه هذه الوظيفة تم استدعائها داخل المشروع الخاص في الفحوصات وهي نجحت عندك. إذن هذه هي تعتبر عندك إيش؟ تعتبر هي في الأساس وحدة واحدة. طيب ماذا لو كانت أكثر من وحدة؟ كيف راح أبدي تكون عندي أكثر من وحدة؟ على سبيل المثال أقوم بوضع إف شرطية، أقول مثلا إف إذا كان النمبر يعني نمبر 1 يساوي عندي صفر. أوكي، فمثلا أبدي أعمل ريتير على يعني إذا كان النمبر الأول هو صفر فأبدي أعمل ريتيرن فقط على نمبر 2. أوكي، وإلا لاحظ الآن دخلت في وحدة أخرى فأبدي أعمل ريتيرن بالشكل الطبيعي اللي هو نمبر 1 زائد نمبر 2. أوكي، طيب الآن هذه الوظيفة طبعا أصبحت عندي تحتوي على أكثر من إيش؟ أكثر من مسار. هذا المسار الأول وهذا عندي المسار الثاني. كيف راح ابدي استفاد من بعض الخصائص الخاصه في الفيجوال ستوديو حتى يبدي يميز لي او يبدي يوضح لي ايش قد انا مغطي من هذه الوظيفه، باعتبار انه يمكن تحتوي على الوظيفه على اكثر من مسار. فبالتالي كيف راح ابدي اتاكد انه هي انا مغطي بالدرجه الرئيسيه من خلال فحصي هذا؟ هذا الفحص يغطي اي واحده منها بالدرجه الرئيسيه. هذا الفحص لو ابدي اشغله راح يبدي يغطي لك الالس، لكن الاف الاولى ما راح يبدي يغطيها. فيمكن انه طبعا اتجه هنا على التست وابدي استفاد من شيء يسمى عندك analyze code coverage for all test. اوكي، كل التست راح ابدي اعمل عليه احتواء حتى يبدي يوضح لي قد النسبه المئويه اللي انا عامل عليها التست للوظائف مالتي. اذا اقرا عليه بهذا الشكل راح يبدي يعمل لك طبعا الرن وراح يبدي يوضح لك هذا الكلام. مثل ما تلاحظ الان اظهرت لك النتائج هنا في الأسفل في الويندو الخاصة في الكود كفرج ريزلتس. مثل ما تلاحظ الآن احنا على المشروع الخاص فينا، هذا هو المشروع مالتنا. مثل ما تلاحظ نسبة التغطية الآن على المشروع بشكل كامل هي 88.89%. طيب هذه 88.89% أريد أدخل في تفاصيلها، أبدي أدخل هنا عندك اليون الدمو. مثل ما تلاحظ هذا عندي الفورم الأول ما عامل عليه أي فحوصات طبعا، لكن الماث أوبريتورز مثل ما تلاحظ أنه 25% أنا فقط عامل عليها فحص. أوكي، فقط 25% أنا عامل عليها فحص اللي هي الأد إنتجر فاليو. طبعا لو تبدي ترجع على الماث أوبريتور مالتك إيش راح يبدي يوضح لك؟ أوكي، إحنا اللي عملنا الآن حاليا أنه هاي الأد إنتجر هي تغطي إيش؟ تغطي هذا الجزء مثل ما تلاحظه، ولا تغطي لما يكون عندنا النمبر 1 يساوي عندنا صفر. اوكي، لما يكون عندنا الرقم الاول يساوي صفر المفروض انه انا اتجه في هذا المسار، اتجه في مسار ارجاع القيمه الثانيه الريتيرن على النمبر 2 فقط. فلاحظ الان النسبه هي مثل ما تلاحظ الكود كفرج كنسبه من البلوك هي 75%. اوكي، والنوت كفرج الغير مغطى هو 25%. اوكي، فالان خلينا ابدي اعمل وظيفه تغطي لي او وظيفه للفحص تغطي لي هذا الجزء. اذا الان لما عرفنا ان الوظيفه الواحده فيها اكثر من وحده فلازم اميزها من خلال اسمها الخاص فيها. الان اسم الوظيفه مالتي هي اد تيست، لازم انه اميزها اكثر، يمكن ان اعطيها الانبوت والاوتبوت. طبعا الان الاوتبوت مالتي راح تكون على نمبر 1 ونمبر 2. طبعا ما اقدر انه اكتب عملية الزائد، راح تكون عندي بهذا الشكل نمبر 1 ونمبر 2. اوكي، عملية الريتيرن نقدر نعتبرها انه هي راح تبدي تعمل لك ريتيرن على النمبر اول والنمبر الثاني. اوكي،
فأبدي أخذ نفس هذه الوظيفة بالضبط، أخذها كترال سي وأضعها كترال في، أوكي، أقوم بإعادة تسميتها. الآن الوظيفة الثانية تبدي تعمل لك ريتيرن على النمبر 2، أوكي. طبعا عندما يساوي عندك الانبوت النمبر 1 يساوي عندي 0، نفس الوظيفة بالضبط ولكن أقوم بتغييرها إلى 0 بهذا الشكل. فالآن 0 زائد 4 المفروض أنه تساوي لك 4، أوكي. الآن أبدي أعمل تيست كفرج مرة أخرى، analyze code coverage for all tests. فشنو اللي راح يبدي يصير عندك؟ راح يشوف انه نسبة التغطية على الكود مالتنا هي اصبحت 100%، اوكي. ابدي ازيل هذه بهذا الشكل. لو تبدي تدخل هنا على المشروع مالتنا، اوكي، هذا هو الماث اوبريتر، راح يشوف انه نسبة التغطية هي 100%، نسبة التغطية هي 100%. ولو تلاحظ انه not covered الجزء الغير مغطى الان عندك هو 0%، الجزء الغير مغطى هو 0%. مثلا عندك هنا الفورم الاول هو الجزء الغير مغطى اصلا 100%، انا ما عندي اي جزء يعني اي نسبة فحوصات عليه بالدرجة الرئيسية، اوكي. طبعا الان لو تبدي تتجه هنا على الوظيفة مالتنا، فراح تشوف انه هي عليها علامة صح، والنسبة نسبة التغيير أصبحت عندك 2 في 2، يعني الأولى هي لهذه، أوكي، نقدر نعتبرها الثانية، والثانية تعتبر عندك على الوحدة الثانية. معنى ذلك إنه هذه الوظيفة هي في الأساس عليها فحصين، إنه أنا عامل فحص للوحدة الأولى لليونت الأول، وعامل فحص على الوحدة الثانية. طبعا هذا بالنسبة للكود كفرج. الكود كفرج هو جدا مهم، يمكن من خلال انه انت تعرف ايش قد مغطي من المشروع مالتك، ايش قد انت فاحص، ايش قد انت ما فاحص، ايش قد اللي باقي عندك من الكلاس اللي انت فاحصه بالدرجة الرئيسية والوظائف المعنية.